عليكم ومرحبا بكم ومرحبا بكم في فيديو جديد. رجعت لكم في فيديو جديد. هذا الفيديو سبيسيال عاوتاني، غندور رجع للقضيه ديال الترولات. دابا غنحاولوا نخشيو في هذا الفيديو ما بين الترولات وما بين الفيديوهات اللي كيضحكوا ونخلقوها في هذا الفيديو. الا كنتي انت ولا انتي اول مره تتفرج فيا، ما تنساش تضغط لايك، تابونا معنا في القناه، كمل الفيديو. كلاوات في لعبه فري فاير. فيفا اسرق حساب شوم روشيرشين فري فاير سنه 2021، يعني بنادم تيقلب عليها. وفي هذا تيقلب على واش كاين اخوان كتعرف شي واحد بحال هذا النوع تيدخل يقلب على بحال هذه المواضيع. دوز الفيديو الثاني. علاش عليك تلبس؟ لبس كل شيء، ما نخرجش غير عليا كيف خطوة. وا 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 بزاف لا بزاف هذا. هو باش واحد شويه ما فهمتوش مزيان، فهمتي واحد شويه انا ما فهمتش. لا فهمتو قولوا لنا اخوان في التعليق، انا بعد مره ما فهمتش شنو قال. يا جماعه انا عندي 20 سنه، متجوز واحده اصغر مني عندها 22 سنه. اصغر منه عندها 22، بقالنا شهرين متجوزين، فماتت وسابت لي طفلين، الكبير عنده 3 سنين تزوجوها شهرين، الصغير عنده 11 سنه. فانا بصراحه زهقت وعايز اطلقها، بس اهلها واهلي عاوزين يرجعونا تاني لبعض، فانا محتار بصراحه اروح ادفنها ولا اكمل في دراستي. انتوا تنصحوني؟ هذا صايم يا اخوان، هذا هو المعنى ديال الصيام. اخونا صايم لوجيك، واش فهمتوا شي حاجه؟ مزوج هو عنده 20 عام، مزوج بوحده صغار منه عندها 22 عام، تزوجوا شهرين ماتت خلات لي جوج ولاد، هادو شهرين تزوجوا خلات لي جوج ولاد، ودارهم بغاو يرجعوهم ليها وهي ميته، ما عرفتش واش كاين ولا يرجع لها. الله راسي كانت بلونط. انا باغي الناس دوز الفيديو الاخر. تصير اي تطولت في التدريب. ايام التدريب اخوان اللي كان قديم، ديك البلاصه كانت واعره ديال بصح اسطوره. صحابك ملي يعرفوا عندك الروح ما تبغاو يبغاو تصاوب ليهم الروح. قال لك القناص المحترف، القناص اللي على راسو، والقناص النو، القناص اللي على كرشو، والقناص المغربي راكم عارفين فيه شي قناص. دوز الاخر. قال لك كيفاش كيشوفك هذاك اللي كيفنشك؟ لا، كيفاش كيشوفك هذاك اللي كيتفنش؟ اه اللي كيتفنش. دابا انت ملي كتكون كتفنش كيفاش تتشوف هذاك اللي تيفنشك؟ بعلاك. قال لك فاش كتقيسك شي قرطاسه في الحرب وكدير الدم وما كتبراش الضربه، واش هادشي بصح؟ لو خيروك ما تحبسش اللعبه، يعني دير قلب ولا تحبس اللعبه نهائيا ويعطوك 10 المليار. يعني اخوان بغيتكم كاملين تقولوا لي واش الا عطاوك 10 المليار 10 المليار وتحبس اللعبه تبغي ولا ما تبغيش ما تحبسش كاع اللعبه؟ شايف حتى النهايه. Moments
دابا كاينه اخوان اللي تيقول على الدري تيقول ليه كلاوي، ولكن اخوان راه من واحد الناحيه اللعبه عاوناتو باش يعرف سميه الاسلحه. دابا راه شوف هاد اللاج ديال صغير هذا تلقى عنده واحد 7 سنين هكاك وعارف سميه الاسلحه، يعني تجيك انت تقول اللعبه ولكن راه سميه الاسلحه، يعني راه باش تعرف انت هاد اللاج راه تبارك الله. قالت من بعد 24 ساعه ديال السكور تلعب سكور ما يمكنش. انا بحال هكا زعما خرجت تقول لي عمو عطيني كيلو ديال اس ام جي، مشي عند مول الحوت نقول له عطيني كيلو ديال الاي ار بزاف كلاوات كل ليل عاوتاني. هادي طريقه سهله ومضمونه للتطوير. ويلي ويلي شنو كانت تكتب اخوان جبهتها. الفيديو الاخر غير هاد المزيكا راه فيها كوبي رايت، نحيد منها الصوت يعني شي حاجه لا ما تعولوا تسمعوا فيها شي حاجه ديال الصوت ولا شي حاجه. كانت هادي هاد الحلقه، الا عجبتكم الحلقه ما تنساوش لايك، بارطاجيو الفيديو مع اصحابكم. كان معكم امين دلتا، تهلاو.